لن يكون مقتل الصحفي في محافظة شبوة عبد الله عزيزان آخر المآسي التي تعيشها الصحافة اليمنية، ولن يكون مراسل موقع مارب بريس آخر الأحداث المؤلمة في أخبار الصحفيين اليمنيين الذين يتصدرون قائمة إحداثيات الميليشيا. وفي الوقت الذي تتهيأ فيه أسرة عزيزان لإلقاء النظرة الأخيرة على جسده، تقف عشرات الأسر بالقرب من سجن هبرة بحثا عن أمل في العثور على أنباء متعلقة بأبنائهم المضربين عن الطعام منذ أسابيع. وتتحدث المعلومات القادمة من السجن عن تهديدات يتلقاها الصحفيون ما لم يرفعوا إضرابهم، تصل إلى الإطعام القسري والإخفاء النهائي. وقد تنقلت أمهات الصحفيين وهن آخر من يمكنه رفع صوته في وجه الميليشيا من أمام سجن هبرة إلى أمام سجن الأمن السياسي بعد أن اعتقدنا أنه تم نقل أبنائهن إلى هناك. ولا توجد معلومات أكيدة حول المكان الجديد الذي تخفي فيه الميليشيا المضربين عن الطعام والذين اقتربوا من مرحلة الخطر وفق التوصيف الطبي لحالة الإضراب.